أسعد الله أوقاتكم أصدقائي ومتابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين. في هذا الفيديو راح أتكلم عن حرق عملة تيرا لونا وعن دعم سيزي بايننس مؤسس منصة بايننس لحرق عملة تيرا لونا. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. خليكم معنا بعد الانترو. طبعا اصدقائي مثل ما تكلمنا بالفيديو السابق عندي حرق في عملة تيرا لونا على موقع كوين ان. طبعا كانت عمليات الحرق في هاي الخانة بالفيديو السابق كانت الخانة بالرقم صفر، يعني ما كان في عندي عمليات حرق. اليوم صار عندي عملية حرق بقيمة 1,000,000 قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا اصدقائي 1,000,000 قطعة بسعر حاليا تقريبا $130 فقط، ما في اي ارتفاع او ما في اي عملية حرق كبيرة الى حد الان، لكن هذا كله اصدقائي وعندي الحرق لم يبدا بعد، بيبدا الحرق بعد يومين او بعد 48 ساعه من الان. طبعا المنصه حرقت 1,000,000 قطعه من عمله تيرا لونا كلاسيك. ممكن يوميا نحرق 1,000,000 قطعه من عمله لونا كلاسيك، يعني شهريا نحرق تقريبا 30,000,000 قطعه من عمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا نحتاج تقريبا 4 اشهر الى 3 اشهر لحرق تقريبا 100,000,000 قطعه من عمله تيرا لونا كلاسيك. لكن اصدقائي هذا الحرق راح يكون من موقع واحد فقط. عندي حرق من منصة MEXC وعندي حرق من كوكوين، ومنصة بايننس حاليا داخل على خط الحرق. طبعا مؤسس منصة بايننس كان طالع مقابلة على احد القنوات على اليوتيوب، القناة تمتلك تقريبا 125,000 مشترك، تقريبا 500 مشاهد على البث المباشر مع سيزي بايننس. طبعا سألوا احد المشتركين في التعليقات عن حرق لونا كلاسيك، قال نحن منفتحين جدا لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك، لكن لم نبدأ بالحرق بعد، يجب علينا دراسة عمليات الحرق اللي هي حرق 1.2% من عملة تيرا لونا كلاسيك من رسوم التداول. قال لهم نحن كمان رح ندرس عمليات الحرق وتكثيف عمليات الحرق مع أعضاء منصة بايننس. قال إلى حد الآن نحن ليس لدينا أي أفكار عن كيفية حرق 1.2% من رسوم التداول، لكن نحن على اطلاع ومنفتحين جدا لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا اصدقائي على تويتر انتشر هاشتاج اللي هو Binance Burn لونا كلاسيك. طبعا هذا الهاشتاج اصدقائي صار الهاشتاج رقم واحد في عالم الكريبتو على تويتر. طبعا بالنسبة للمحفظة الخاصة في منصة كوين ان، اذا ندخل على شبكة تيرا هندر طبعا نشوف المحفظة اللي عم يتم عليها الحرق. طبعا المحفظة هاي العملات اللي بتحتوي عليها، طبعا ما في اي امتلاك لليو اس تي او اليو اس تي سي او حتى لونا كلاسيك او لونا 2.0، ما في اي امتلاك، لكن عندي عملية حرق ونقل لهاي المحفظة اللي هي عملة لونا كلاسيك. عندي حرق او عندي نقل بكميات كبيرة يوميا او بكل ساعة. طبعا اذا بنشوف في المحفظة عندي عملية حرق تمت من كوين لونا كلاسيك بون اللي هو الموقع موجود امامكم اللي هو كوين لونا كلاسيك بون. طبعا تم حرق 1,000,000 قطعة ونقص من الماركت كاب او من التوتال سبلاي، نقص 1,000,000 قطعة، لكن حد الان هذا الشيء ما بيكفي اصدقائي. بنطلع طبعا نطلع لعمليات حرق اكبر. طبعا دخول منصة بايننس لعمليات الحرق فوليوم مرتفع، عمليات شراء وتداول يومية مرتفعة جدا على منصة بايننس ممكن تسرع بعملية الحرق. إذا يوميا عدد المنصات الكبيرة إذا توصل يوميا عدد الحرق إلى 10,000,000 قطعة أو 20,000,000 قطعة، فممكن نحرق كميات كبيرة خلال الأعوام القادمة. نحتاج فترة ما بين 3 إلى 4 أعوام إلى حرق تقريبا 1,000,000,000 قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. تخزين ممكن تخزن من عملة تيرا لونا كلاسيك، لكن تخزن جزء بسيط من رأس مالك، ما تخزن رأس مالك كامل في عملة واحدة. تقسيم رأس المال أمر مهم جدا جدا. طبعا بتقدر كمان تضارب على عملة تيرا لونا كلاسيك على منصة كوكوين. أنا عم بضارب على عملة لونا كلاسيك، تنزل لل10 بشتري، ترجع ترتفع ل13 ببيع، بشتري بال11 وببيع ب13. على هاي الأسعار أصدقائي عم بضارب وبحقق مرابح حتى لو كانت مرابح بسيطة، لكن ارتفاع الفوليوم على عملة تيرا لونا كلاسيك هذا الشيء عم يخلينا نحقق أرباح بسرعة أكبر. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المترقمين. مع السلامة ودمتم بخير.